الشاعر عمر الراشي من المملكة المغربية، ألف ألف مبروك. المشاركة في أمير الشعراء أجواءها يعني ممتازة، لأن يقدم فيها الشاعر بشكل جيد، وهي فرصة لظهور الشاعر ولأن يأخذ نصيبه من الحضور الإعلامي في المشهد الثقافي العربي، لأن أمير الشعراء هي أكبر مسابقة للشعر الفصيح، طبعا ليس على مستوى فقط يعني القصيدة، بنية القصيدة وتناول القصيدة، ولكن أيضا على مستوى التقديم الإعلامي. فسواء فزت أم لم تفز نفس الشيء، لأنك تحت، المهم أن الجمهور يتعرف عليك. طبعا الإقصائيات عادة ما تكون في أمير الشعراء بحضور مئات الشعراء الذين تم اختيارهم ليس للمباشر ولكن فقط للإقصائيات، لأن آلاف يتقدمون ثم يختار منهم 20 فقط للحلقة المباشرة. هذه السنة بسبب جائحة كورونا الإقصائيات تمت معنا عن بعد ونحن في بلادنا، يعني أنا قطعتها وأنا في مدينة طنطان في عبر تقنية زوم، ثم إرسال فيديوهات، ثم إرسال نصوص بالوورد، يعني هكذا تقنيات للتواصل عن بعد. ثم تم اختياري في قائمة 40، وبعد ذلك تأهلت إلى مرحلة الارتجال، يعني يعطوك قصيدة ويعطوك بيتين ثم يطلبون منك أن تأتي ببيتين على نفس الوزن والقافية عن بعد بزوم مع اللجنة مباشرة. أنا صعدت بعد ذلك يعني وتم اختياري من بين 20. بعد ذلك جئنا إلى هنا وبدأت المنافسة. كان حظي أن أكون في المجموعة الأولى، هناك 5 مجموعات في الدور الأول، أنا في المجموعة الأولى تأهلت مباشرة بقرار لجنة التحكيم دون الحاجة إلى الجمهور في هذا الدور، وتأهلت للمرحلة الثانية اللي هي المرحلة قبل النهائية، يعني بعدها المرحلة النهائية مباشرة. فهدفي الأساسي وتطلعاتي من المسابقة هو أن أقدم وجها مشرقا للتجربة الشعرية في المغرب، وباعتباري أيضا من مدينة طنطان من الأقاليم الجنوبية، فأنا يعني حريص على تقديم واجهة مشرفة لتجارب الثقافية والشعرية المنبثقة من هذه التجربة.